من حلقة حلو. أنا من إدلب المدينة. من الغوطة. كهرومة. مكورين. من ديار الزور من الميادين. من أبو ظهور. من إدلب. من الغوطة. من حمص. من حلب. من الشام. أنا من إدلب. شو رأيك بتنوع الناس من جميع المناطق بإدلب؟ يعني بدنا رفقاتي إنه استفدنا ما سوى تعرفنا على كل أبناء المحافظات. هاي الشغلة الوحيدة اللي استفدنا منها بالثورة، إن تعرفنا على خلق من الشام، من الزبداني، من خان شيخون، من كل هالمناطق. تعرفت على ناس من كل المحافظات. كوكتيل. صرت شوف سوريا كلها أنا هون. يعني هون صار خليط، تقدر تقول خليط من كل لا 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 من كل قطر أغنية مثل ما يقولون. لازم نحب بعض، لازم التآلف يصير أكثر، خاصة بهالأيام الفضيلة هاي. لأن شوفت عينك يعني الاوضاع كل ما زالها لورا، والله المستحان اخر شيء يعني. على كل حال يعني صار في حركه بالبلد اكثر، صار في هيك الناس تعرفت على بعضها، صار في حاله اجتماعيه اكبر. اليوم تعرفت على مثلا الناس من سرائي، بناس من معره، ناس صار عندك مثلا حاله اجتماعيه كبيره. تمام. عز الطلب كلياتنا اخوي. بشكل عام ما كان فيها غير شعب ادلب. الحمد لله صار فيها الحموية، بس بشكل عام يعني مو كويس لهم انه الحمد لله، بس نحن بسبب الكل خلق الحمد لله. بس يعني الله يعينهم هني. تمام. اجوا بلدنا، طلعوا من بلدنا واجوا بلدنا. والله ما بنريد نحن يتجمعوا، بس شيء جميل يعني لنا نتعرف على ناس جديده، تبادل ثقافات، اكل، تكوين علاقات مع الناس بالمحافظات الثانيه. دليل على انه ادلب ارض خير وللجميع ومفتوحه ابوابها للكل باي لحظه. والله شيء حلو كثير يعني. الحركة كثير كويسة يعني. في أحلى من الحركة؟ والله شيء ممتاز، ما في أحلى من هيك. صرنا نتعرف على الإدلبي والحلبي والشامي والحمصي، ما خلينا حدا ما تعرفنا عليه، كل الناس طيبين أمثالكم معلم. طبعا شيء جيد، شيء جيد جدا يعني. تقارب أفكار. بينما ما كنت أنت تسمع بحلب، اليوم بتشوف حلب وبتشوف الشام وبتشوف حمص، بتشوفهم كلهم قدام منك، جارك حمصي وأخوك حلبي وابن عمك شامي. أمر جميل جدا يعني. كلياتنا تعودنا على بعض، وكلياتنا نفس الأطباع، وكلياتنا كل العالم خير وبركة. كله ناس بعضه، بس بتختلف اللهجة. هو والله صار يعني تكاتف اجتماعي ما بين الناس، فرض على الناس يعني. ما إنه في ناس ما أنا مبسوطة، هلا أنا واحد ناس ما أنا مبسوط، كل مين بنبسط ببلده. تنوع ممتاز، ثقافات ممتازة متنوعة، لهجات، أمور تعرفنا عليها شيء جديد، مثلاً عادات وتقاليد جديدة. وصار يعني الحمد لله أمور يعني عايشين مثل السمنة على العسل. بلا نقول له أنه الله يرجع لهم محافظاتهم مثل ما كانت حتى يرجع لبلاده. يوسف أعطيني كادر لهون. وصلنا لنهاية البرنامج، وهيك منكون عملنا فتلة بسورة المصغرة، وحبينا نزيح الهم على قلبكم. أتمنى تسامحونا على غلاظتنا، وكل عام وانتم بخير، أودعناكم.